السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. انا ام مكة ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو. النهاردة ان شاء الله جايبة لكم فيديو مشتريات جديد، هقولكم على الاسعار والخصومات وجبت منين كل مشترياتي، واي حاجة ان شاء الله هتكون عليها خصم هقولكم عليها باذن الله. تابعوني بقى في الفيديو عشان تعرفوا كل الاسعار وكل الحاجات اللي انا جبتها. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو لسه ما اشتركتوليش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ولايك للفيديو. هنبدا كده الفيديو بتاعنا ونسمي الله. اول حاجه بقى الدقيق ده زي ما تعودنا بجيبه في كل فيديو، سعره كويس وجودته حلوه قوي، بعمل بيه كل حاجه، معجنات وحلويات وترط، تمام قوي. انا جبت منه 5 كيلو عشان كان عندي برضو في البيت، فكملت على اللي عندي، جبت 5 كيلو. الكيلو منه بستة جنيه ونص، مش غالي خالص. بصوا ده دقيق نادو. وجبت كمان معايا صدور بانيه كان الكيلو بتاعها ب75 جنيه. انا جبت منها طبقين كده، طبق حوالي كيلو الا ربع كيلو الا على حسب الوزن يعني، بس هو سعره كان 75 جنيه للكيلو. انا جبت منه طبقين. وكمان جبت جبنه عبور لاند اللي هي الاسطنبولي، طعمها حلو جدا، جربوها بجد لو ما جربتهاش، طعمها حلو قوي. انا جبت العلبه دي كان عليها عرض ب12 جنيه، نص كيلو اي جبنه عبور كان عليها العرض ب12 جنيه، دي اسطنبولي. وجبت كمان واحده فيتا، دي الفيتا العاديه خالص، التانية كانت اسطنبولي، دي فيتا بقى برضو ب12 جنيه العلبه. دي رودس برضو ب12، انا جبتها جربتها قبل كده، بحبها جدا لما بتتعمل بطماطم وكده تبقى مزه شويه، بيبقى طعمها حلو قوي. انا جبت منها علبه نص كيلو برضو. ودي بقى جبنه كريمي، كانت في واحده في المول عملت الجميله والله وجربيها ومش عارفه ايه، انا جبت ربع كيلو بس منها، ده ب6 جنيه، هجربها برضو واقول لكم طعمها عامل ايه. ودي زيت آلية اللي هي الحجم الصغير، كان نازل عرض ب10 جنيه الإزازة اللي هي الآلية، أنا بجيب منها الكبيرة برضو، دي بجيبها عشان القلي وكده. هي دي العبوة بتاعتها، دي آلية ب10 جنيه الإزازة، أنا جبت منها 3 أزايز. وكمان جبت البن ده، ده بن الفيشاوي جربته كذا مرة، السادة منه والمحوج كويس، السادة ب10 والمحوج ب11، انا جبت كيسين. دي بقى فانتا كان نازل عليها عروض برضو في المول، الازازة الرتلين كانت نازلة ب10 جنيه، والرتل ونص كانت ب8 جنيه، ده كان عرض يعني، فانا جبت واحدة فانتا، دي تبع شركة كوكاكولا، وجبت واحدة سبرايت برضو نفس العرض، دي كانت ب10 جنيه. وجبت ازازتين دول رتل ونص كانت ب8 جنيه، رتل ونص كوكاكولا، انا جبت 2 منها. وجبت دي تونة قطع بقى كانت نازلة عرض، دي تي سي بوي، دي حجم صغير شويه كانت نازله عرض ب10 جنيه بس، فانا جبت منها علبتين، جربتها وفتحتها لونها فاتح وطعمها حلو مش زفره خالص، انا جبت منها علبتين كانت نازله عرض برضو، العلبه ب10 جنيه. وده زبادي المراعي، بصراحه مش فاكره السعر قوي، انا جبت دي كان عرض برضو 3 وعليها واحده مجانا، انا جبت الاربعه بس بيتهيألي ب7.5 الاربعة او ب8 جنيه حاجة زي كده يعني. ودول برضو تبع مكة جهينة ميكس فراولة، دول ب7.5 جنيه، انا فاكرة سعرهم، ويعتبر 3 وتاخدي واحدة عليها هدية. دي بقى سمنة فرن كانت ب40 جنيه، القالب كيلو ب40 جنيه، انا كنت جايباها عشان هعمل بيه بيجي فور. ودي مرقة الدجاج برضو كانت عرض ب5 جنيه العلبة، انا جبت منها علبتين، احنا بنجيبها تقريبا ب6 او ب6.5 حاجة زي كده، هي كانت نازلة عرض العلبة ب5 جنيه. دي بقى صوصات استخدمتها معاكم في حلويات كتير قوي، بتسعفني وبتسهل عليا،
الكيس فيه كمية كويسة، يعني كيس ب2 جنيه. انا جبت منه صوص شوكولاتة، جبت الخمسة ب10 جنيه. انا عندي بقى صوص فراولة، وعندي صوص مانجا، عندي صوصات كتير يعني. فانا جبت الشوكولاتة 5 ب10 جنيه، وده فلفل الوان وزن كان ب21 جنيه هناك. انا جبت منه بالوزن، مش فاكره بصراحه قد ايه، بس انا فاكره سعر الكيلو ب21 جنيه. انتي تاخدي زي ما انتي عايزه. انا جبت احمر واصفر، ولقيت كده واحد برتقاني جبته في الوسط، والفلفل الاخضر ب4 جنيه بس، برضو كان سعره كويس قوي. وزن برضو الكميه اللي انتي عايزاها بيوزنها لك، سعر الكيلو منه ب4 جنيه. الخيار بقى كان ب6 جنيه، وزن برضو بتاخدي اللي انت عايزاه ويوزنهولك ويقولك السعر بتاعه كام. هو كان ب6 جنيه ساعة ما انا جبته يعني. والليمون كان ب10 جنيه، انا جبت منه وزن حوالي نص كيلو او اكتر شوية يعني، دول حوالي ب6 جنيه حاجة زي كده، بس هو بالوزن الكيلو ب10 جنيه. ده بقى مخلل المشكل هناك ب20 جنيه، في منه مخلل المشكل من اول 10 و15 و20، احسن حاجة اللي هو ب20. فانا جبت حوالي كيلو الا ربع ب15 جنيه. لو حابة ربع بيديكي نص زي ما انت عايزة يعني. هو الكيلو سعره 20 جنيه. ودي لحمة بلدي بقى كانت ب90 جنيه الكيلو، انا جبت 2 كيلو منها. افرزهم طبعا، بعملهم انصاص وبفرزهم في الفريزر، بيسهل عليا جدا لما باجي اطلعهم. ده الكيلو منه ب90، واللي هي فيها دهون شوية كانت ب70 جنيه. البيض بقى كان ب30 جنيه، العلبة كلها ب30 جنيه. بصوا حجمه كويس، انا جبت منه كذا مرة، حجم البيضة بيبقى كويس يعني، مش بيتعبى رفيع في كبير، لا البيضة حجمها حلو قوي، والصفار بتاعهم كويس جدا. دي بقى سباتيولا عشان بتاعتي اتكسرت، جبتها كانت ب10 جنيه، بجد كويسة قوي وعجبتني، عشان قطعة واحدة اللي كانت عندي كانت قطعتين يعني. المكان اللي تحت ده كان منفصل عن اللي فوق، وساعات بيسيب منها كتير، انا حبيت اجيبها قطعة واحدة. جودتها كويسة جدا وسعرها مش غالي، 10 جنيه يعني. وده طبق تقديم بقى اللي هو البلاستيك، بس البلاستيك النظيف جدا. بصوا شايفينه، انا جربت منه اطباق كتير صغيرة وكبيرة، بجد اللمعة دي ما بتروحش خالص، وجودته حلوة قوي. انا جبته ب11 جنيه، ده طبق حجم كبير. وكمان جبت اكسترا ده ب15 جنيه، ده 700 جرام، كان نزل عرض بيتباع ب14 بس هو سعره 15. وكمان تحيا مصر ده كان كيلو الا، كان ب11 جنيه ونص. جربته كتير بجد، جودته حلوة وريحته حلوة قوي، زي الاوكسي كده، اقرب ما يكون للاوكسي بكتير قوي في الجودة وفي النظافة وفي كل حاجة. انا جبت منه الكيسين الكبار، وجبت الكيسين الصغيرين، ده الواحد ب9 جنيه، وده كان ب11 ونص. انا جبت كيسين كبار وكيس صغير. والصابون ده كان عرض الاربعة ب15 جنيه، انا جبت منه 4، ده ريحة فراولة، جربت واحدة ريحتها حلوة قوي وبترغي كويس جدا. وكمان جبت صابون سائل للمواعين، ده على بعضه كده ب15 جنيه بيتهيألي، او حاجة زي كده مش فاكرة بصراحة، بس هو ب15 يا ب20، بجد رغوته حلوة قوي برضو، جربته وريحة الليمون فيه عالية قوي. انا جبت واحد منه. وكمان جبت معايا دي بطيخة، جبتها ب35 جنيه، فتحناها بالهنا والشفا، حمرا وطعمها حلو قوي. انا جبتها ب35 جنيه. وجبت كمان باكتة العصير دي، عصير كل يوم، ده الحجم الكبير، جبت منها باكتة. الباكتة فيها 27 عبوة، في حجم اصغر من كده وفي الحجم الكبير ده، بس بصراحة مش متذكرة قوي السعر يعني. وده كريم فاتيكا، ده انا جبتها بحوالي 15 جنيه، دي الحجم الكبير، كان في حجم ب13 وحجم ب11 حاجة زي كده. وده ورق بوتاجاز بقى، ده التقيل منه، ده ب10 جنيه، وده خفيف شوية، جبت منه 2، الواحد ب6 جنيه.
انا جايبه الخفيف ده عشان بحط منه على الازاز، بيشيل كتير قوي من الدهون والطرطشه بتاعه الزيت والحاجات دي. بحط واحد على الازاز وواحد على جنب البوتاجاز من اليمه اللي فيها باسكت الزباله عشان ما يتدهولش برده من يمه باسكت الزباله، انما التقيل بحطه على البوتاجاز من تحت بيستحمل قوي. وجبت معايا رقاق ان شاء الله هنعمله لكم فيديو بلحمه مفرومه، هقول لكم تعملوه ازاي يطلع معاكم حلو ان شاء الله. هي دي كانت كل مشترياتنا النهارده، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم، وعيد سعيد على كل امه محمد ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، ما اكونش طولت عليكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا لي الجرس ولايك للفيديو.